حملة غريبة ضد وزير الأوقاف. تعالوا نشوف مع بعض فريق إعداد آخر كلام. عمل لنا استعراض كده معلوماتي بعنوان هيئة الأوقاف كنز مصر المسروق، لأن ده محور مهم جدا هنناقشه مع ضيفنا بعد قليل. نشوف مع بعض كده بعض الأرقام المهمة عن هيئة الأوقاف. أطلس أملاك وزارة الأوقاف يتكون من 92 مجلد بتكلفة 44 مليون جنيه. عمل على حصر الممتلكات 100 موظف ومحاسب لمدة 3 سنوات. هي أغنى وزارة في مصر وتملك أكثر من ربع ثروة مصر العقارية. بتملك الأوقاف 114 ألف وقفية تضم نصف مليون فدان و200 ألف وحدة عقارية. بلغت قيمة ممتلكات الأوقاف 1.037 مليار جنيه حتى 2019. كمان بتقدر الأراضي الزراعية بنشوف اللي بعده. بتقدر الأراضي الزراعية ب 759 مليار و181 مليون جنيه حتى 2019. مساحة عقارات الهيئة 7 مليون و391 متر بقيمة 137 مليار جنيه. الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 10 مليون متر بأكثر من 141 مليار جنيه. الأوقاف بتمتلك 15 منشأة أثرية وأرض في اليونان إيرادتها 70 ألف يورو سنويا. المصدر وزارة الأوقاف. لماذا لا تذهب هذه الأموال إلى المساجد وإعمار المساجد؟ ده سؤال مهم طرح في البرلمان ونطرحه أيضا وأسئلة أكثر على ضيفي اللي بينضم إلي عبر سكايب، الشيخ سلام عبد القوي مستشار وزير الأوقاف سابقا. شيخ سلام أهلا بك. أهلا ومرحبا بك يا دكتور بسام. كيف ترى الحملة ضد وزير الأوقاف؟ كثر شاكوك وقل شاكروك فاتق الله وارحل. يعني هو هذه الحملة يعني ضمن مجموعة حملات مفتعلة، لأنه في الأول والآخر رحيل وزير أوقاف أو أي وزير في ظل الحكم الراهن لا يمكن أن يكون قراره هو أو نابع منه هو. إحنا مش في دولة يعني أوروبية أو في دولة محترمة يستطيع المسؤول إذا أخطأ أن يتنحى أو يستقيل، ما فيش الكلام ده عندنا، وإلا يعني هنعمم المسألة دي على جميع المسؤولين. وإذا مشينا بالقاعدة دي ففي الحقيقة ما كانش المفروض أصلا محمد مختار جمعة يبقى وزير أوقاف من أساسه، لأنه ملفات الفساد تطاله حتى من أيام ما كان موجود في الجمعية الشرعية قبل ما يبقى وزير أوقاف في حكومة الانقلاب في 2013. فإذا هي حملة مفتعلة، نوع من أنواع التنفيس أو الضرب في الناس اللي هي يعني لا حول لها ولا قوة ولا شأن لها أساسا في أي قرار من القرارات. ولما بنتكلم عن وزارة الأوقاف فمحمد مختار جمعة باعتباره يعني على منصب وزارة الأوقاف هو أو غيره من اللي هيجي بعديه لا هو ولا غيره يملكوا قرار لا في هيئة الأوقاف المصرية ولا في وزارة الأوقاف نفسها أو فيما يتعلق بأموال الأوقاف. مين اللي بيملك قرار؟ لأنه اللي بيملك القرار هي اللجنة التي شكلها عبد الفتاح السيسي في آخر 2015 أول 2016 برئاسة إبراهيم محلب، بقت هي المسؤولة عن إدارة أموال الأوقاف في مصر. الهيئة دي فيها ضباط جيش يا شيخ سلامة؟ نعم؟ فيها ضباط جيش الهيئة دي؟ الهيئة دي كلها، ده هي الهيئة دي أصلاً جاءت على خلاف الدستور والقانون. لأنه المفروض اللي بيدير هيئة الأوقاف المصرية ومقرها في شارع الدقي 41 شارع الدقي، ودي اللي احنا كنا بنديرها أيام ما كنا في الوزارة، المفروض اللي بيديرها مجلس يرأسه وزير الأوقاف. فوزير الأوقاف بيبقى هو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من ينوب عنه. أنا تشرفت بالإنابة عن وزير الأوقاف في إدارة هذا المجلس على مدار شهور، وبالتالي المجلس ده بيبقى أعضاؤه مشكلين حسب دستور 71، يعني عندك المفروض كلهم بصفته يعني رئيس البنك المركزي أو من ينوب عنه، رئيس هيئة المساحة أو من ينوب عنه، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي أو من ينوب عنه، دول بصفتهم فباعتبارهم دول مسؤولين عن الأراضي الزراعية. وما ننساش طبعا أنه هيئة الأوقاف المصرية أصلا إلا عملها جمال عبد الناصر، فعملها عشان يسحب أراضي الأوقاف أو سطوة الأوقاف من الأوقاف اللي كانت موقوفة فيها. ومع ذلك لما جاء عبد الفتاح السيسي شكل هيئة أخرى أو شكل لجنة أخرى برئاسة إبراهيم محلب تبقى فوق اللجنة دي أو تبقى
تسحب كل الصلاحيات من تحت هذه اللجنة، وبالتالي هيئة الأوقاف المصرية أو مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اللي هو المفروض مسجل ومعين بالدستور 71 وبدستور 2012 وبدستورهم هم 2014، أصبح لا حول له ولا قوة ومنزوع الإرادة تماماً. وجه عبد الفتاح السيسي حط لجنة برئاسة إبراهيم محلب بقت هي المسيطرة على الأوقاف، ولا الوزير ولا غيره يملك أي شيء. ولا يخفى على حضراتكم أنه لما جم يجمعوا تبرعات لصناديق سيادية أو لصندوق تحيا مصر، كنا قاعدين في فرح وكان كل واحد قاعد بينقط من جيبه. لما عبد الفتاح السيسي شاور على مختار جمعة وقال له والأوقاف إيه النظام، فقام طالع محمد مختار جمعة وقال له 40 مليون. يعني ما هو ده سؤال مهم يا شيخ سلامة الحقيقة. أنا بس يا رئيس ده سؤال مهم قوي. انا عارف انك صايم، انا مش عارف باقي على المغرب قد ايه الحقيقه، باقي كام دقيقه بيأذن. طب انا مش هعطلك عشان يعني تفطر، بس هو سؤال اخير. المشهد اللي بتحكيه ده بيطرح اخر سؤال في الفقره دي، وهو لما وزير الاوقاف يوم يقول 40 مليار ولا 40 مش عارف ايه، هو 40 مليون، مين المتحكم يا شيخ سلامه؟ مين بيمتلك القرار دلوقتي انه ينفق على المساجد، ينفق في صندوق تحيا مصر، ينفق هنا من فلوس الاوقاف؟ لو بنتكلم حسب بالقانون والدستور، المفروض وزير الأوقاف هو المتحكم في أوقاف المسلمين كلها. الدستور بيعطيه الحق بصفته متولي أو ناظر الوقف. الكلام ده لو احنا بنتكلم في دساتير يعني، وفي بلد فيها رقابة وفي جهاز مركزي بيتابع وبيراقب وكلام زي كده. لكن الواقع بيقول على خلاف ذلك تماما.